من إيجابيات منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنها بتعطي الفرصة لكل إنسان عنده موهبة يقدمها من خلال هذه المنصات، وهذه المرة معانا موهبة كوميدية ومن أبها. خلونا نشوف المقطع التالي وارجع لكم. يا للهول. اليوم في برنامجنا الميكانيكي المحترف فاس تاونزند، تم ركن هذه السيارة جانبا لمدة 20 عاما، ومهووس السيارات ومحتال القطاع تيم شو بالضبط 55 في طريقهما بمهمة لإنقاذ سيارات كلاسيكية من أجل مالكين يستحقونها. نعم، يأخذان هذه المرة سيارة رياضية بريطانية من ستينيات القرن الماضي تحمل تراثا بالغ الأهمية. 1 2 3 4 5. يحاول فاز الحفاظ على السلامة والصحة. هذه سيارة فخ تهلكة حقيقية. طبعا هذا المقطع جزء من مجموعة مقاطع كان خلفها شاب من أبها وتحديدا من قرية بني مازن، لاحق المازني معنا عبر سكايب. مساء الخير أخ لاحق، وصراحة أبدعت في هذه المقاطع. مساء النور وحياكم الله، وأتشرف باستضافتي في هذه القناة. بالعكس الشرف لنا، بس خليني أعرف، يعني واضح أنك متأثر كثير بالأفلام الوثائقية، ولا كيف جات معك فكرة هذه المقاطع؟ والله الحقيقة أنا ما معجب بالأفلام الوثائقية ودائما أتابعها، فجت الفكرة منها، يعني من كثر المتابعات وهذه جت الفكرة. طب يعني نبغى نعرف أكثر تفاصيل أكثر عن فكرة هذه المقاطع، يعني هل جات معك صدفة أنك تقلد الأفلام أو المقاطع الوثائقية على ناشونال جيوغرافيك وتبحث عن محتوى مختلف عشان تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والحقيقة أنا لي في السوشيال ميديا يمكن حول 7 سنوات، لكن ما حالفني الحظ في الشهرة، حاولت أطور نفسي وأطور المحتوى وجاتني الفكرة هذه ونجحت ما شاء الله. طب ليش برأيك يعني تتوقع أن ضربت معك هذه المقاطع لك؟ يعني ما شاء الله تبارك الله 7 سنوات فترة طويلة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما ضربت إلا في هذه المقاطع الأخيرة؟ والله أولا هي فكرة جديدة، والثانيا دعم المتابعين وتحفيزهم لي على أني أسوي مقاطع جديدة، وثالث شيء هو تطبيق تيك توك ساعد في انتشار المقاطع. طب مين كان يعني بيحط السيناريو، بيختار الشخصيات، التمثيل يعني ما تتخيلوا قد إيش ضابطينها. شفت لكم كم مقطع قبل ما نبدأ حلقة اليوم، صراحة رهيبين رهيبين، أبدعتوا بتمثيل الكلام مضبوط، فهل بتتدربوا كثير عشان تطبقوها؟ كم شخص أنتوا خلف الكواليس؟ حقيقة أنا أتابع الأفلام الوثائقية، أتابع الفيلم كامل وأخذ منها المشاهد اللي أشوف أنها تصلح للتمثيل، بعد أكتب الكلام أو المشهد، وأي واحد يمثل، ما هو لازم أنه شخصية محددة اللي يمثل، أي واحد يمثل. يعني هل أنتوا فريق كامل؟ بالنسبة للأداء الارتجالي، يتكلم أي كلام كذا ونركب عليه المقطع ويضبط. ما شاء الله، كم شخص أنتوا خلف الكواليس لاحق؟ 4 ويزيدون، في ناس كثير، يعني أي واحد يجي يمثل، ما هو شخص محدد. ما شاء الله، يعني الدعوة مفتوحة عندكم، أي شخص حاب أنه يمثل معكم في هذه المقاطع على طول ممكن تدعوه ويطلع معاكم في الفيديوهات. بس في ناس رئيسيين اللي هو أخي علي وفيصل وأخوه أحمد وبرضه سلطان عايض، هذولي يعني لولا هم ما ظهرنا لكم بهذا الشكل. جميل. طب نحن اللي أكثر المقاطع اللي انتشرت لهم هذولي. حلو، أكيد مكملين معك أخ لاحق، بس خلونا نشوف مقطع ثاني ونرجع لهم. علينا أن نقوم بعمل شيء قبل غياب الشمس. في هذه المواقف لا يمكنكم الجلوس والاسترخاء حتى يحين الليل، عليكم إيجاد ماء وعليكم صنع إشارات استغاثة.
كودي معتاد السير على مختلف التضاريس حافي القدمين، ولكن هذه المرة ديف أيضا حافي القدمين. إنني لا أملك حذاء وأنا لست سعيدا بذلك. لم يكن الأمر يزعجني عندما كنا في المحيط، ولكن بما أننا الآن على اليابسة وأريد السير على الهضاب سيكون ذلك أمرا مزعجا. إن كنا أنا وكودي نريد صنع نار لاحقا، فهذه الأشياء قبعت هنا في مهب الريح لدرجة أنها جافة كليا، لذا ستكون هذه مصدرا جيدا لإشعال النار. عليكم تجنب هذا المخلوق، فهو ليس طعاما. كيف كان السير حافي القدمين؟ الصعود كان القسم الأسهل، ولكن النزول كان مزعجا. نعم، أعتقد أن مشي ديف حافي القدمين شيء عظيم. ديف كانتربري خبير بالغابات من السفوح المنخفضة للتلال الشرقية لولاية أوهايو. النباتات والحيوانات في مين تشبه كثيرا تلك الكائن في أوهايو. كودي من الصحراء، لذا ففي حالة مشابهة لهذه ستكون لي اليد الطولة. هناك طريق يا رجل. يبدو طريقا وعرا. لا يبدو أنه طريق جيد للاستعمال. اختصاص كودي لاندين هو الصحراء والنجاة ضمن حدود الدنيا، ولديه خبرة طويلة بالبقاء في أراضي الأودية الواسعة لولاية أريزونا. أنا أعيش في البرية وكودي يعيش في بلدة، لذا من برأيكم لديه معرفة أكثر بهذه الغابات؟ انظر إلى هذا. ديف وكودي وحدا جهودهما لكي نرى كيف يمكن أن نبت على قيد الحياة بشاحنة معطلة في منتصف لا مكان. مقياس الوقود يقول إنه فارغ. شغلها. حسناً، ما من سائل يخرج من هذا الشيء على الإطلاق. إنه فارغ، لا أريد أن أفرغ البطارية في المحاولة من دون سدى. البطارية ما زالت في حالة جيدة، إنها تعمل جيداً، ولكن ما من وقود. الشاحنة فارغة من الوقود. سأمشي باتجاهي أعلى الطريق. هل ترى أي شيء؟ صراحة أنا أخ لاحق معجبة كثير بالفكرة، وقاعد أفكر يعني بيني وبين نفسي أنه ليش ما تسووا مثل هذه المقاطع حقيقية، يعني تخلوها أو تحولونها من كوميدي إلى وثائقي، وخصوصا أن المناطق الموجود فيها في أبها، الجبال، الجو الجميل، الأشجار الخضرة، تساعدكم على نقل وثائق من داخل أبها. فما فكرتوا في هذا الموضوع؟ الفكرة هذه موجودة وإن شاء الله بنطبقها قريب، لكن بنسوي المقاطع هذه عشان نجذب المتابعين زي كذا. بس يعني يعني تقول ان المتابعين ما يجوا الا بالمقاطع الكوميديه، يعني الناس بس تبغى تضحك ما تبغى تتعلم. إيه، الناس تهرب من الجديه نوعا ما، يعني يبغون الكوميديا والضحك زي كذا. فانتوا حاولتوا انكم تقدموا مقاطع كوميديه عشان الناس تنبسط وكمان زياده متابعين وشهره. ايوه، حاولنا نبرز معالم المنطقه وجمالها بطريقه كوميديه. طب اشوف في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي الناس فعلا حبت هذه المقاطع، ولكن في ناس ثانية انتقدت مثل هذه المقاطع، فكيف تعاملتوا وكيف استقبلتوا ردود فعل الناس؟ والله انتقادهم على عيني ورأسي، وهم معهم حق. كلامهم ليش ما تسوون وثائقي يعني محلي، يعني حتى التعليق حقيقي بدون تركيب وبدون أي شيء. فتقبلناه بكل صدر رحب. بالعكس، بالعكس هذا انتقاد يشجعنا أن نعمل المزيد. حلو، طب يعني نقدر نقول أنكم اليوم راح تنطلقوا في الانتشار والشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف راح تستثمر هذه الفرصة بشكل أقوى؟ إن شاء الله في محتويات قادمة إن شاء الله، وأفلام وثائقية كلها محلية، ما في أي تركيب ولا أي شيء، يعني المعلق من عندنا والمصور والممثل كل شيء. وخصوصا عندنا مواهب شبابية كبيرة في هذه المجالات، يعني ممكن نوجه لهم رسالة الآن من خلال البرنامج ودعوة مفتوحة، ممكن يساعدوكم يتعاونوا معاكم. صدقوني رح تطلعوا بفكرة جدا قوية ووثائقي جميل ومحلي، وننطلق من أبها إلى مختلف أنحاء المملكة بإذن الله. صحيح صحيح، في ناس عندي في السناب جو معلقين مبدعين والله، أصواتهم زين. حلو، يعني راح تتعاون مع المتابعين؟ في تعاون ان شاء الله قريبا. في خطه قريبه نقدر نعرفها؟ في فيلم وثائقي يعني يبين معالم المنطقه او
يتكلم عن المنطقة بشكل عام. راح تكون في قرية بني مازن ولا راح تخرجوا عنها؟ اي في قرية بني مازن، بس يكون على شكل الأفلام الوثائقية اللي تحمسك انك تشوفها. أنا شخصيا حقيقي أبغى أعرف كثير عن القرى الموجودة في المنطقة الجنوبية، وخصوصا أنها تشتهر يعني بشلالاتها وأشجارها وجبالها، فأتمنى لكم كل التوفيق وننتظر هذه الوثائقيات، وبإذن الله راح نعرضها معنا في البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أخ لاحق. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم وأخبار ومنوعات بعد الفاصل، انتظرونا.